نبقى في المتابعة، حيث يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الصحفي فائق الحجازي. ما هي قراءتك في البداية سيد فائق لمدى التقارب في وجهة النظر بين المملكة الأردنية ومملكة البحرين تجاه طبعا القضايا العربية والإقليمية والمواقف المشتركة من القضية الفلسطينية؟ سيدتي، أولا مساء الخير لك ولجمهورك. طبعا هناك ثوابت في الموقف العربي، ودائما جلالة الملك يسعى إلى التوافق العربي حول القضايا الفلسطينية، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، القضية المركزية عند الدول العربية. وبالتالي اليوم إحنا أحوج ما نكون إلى هذا التوافق وتقارب وجهات النظر حيال الحلول المقترحة للحد من هذا الصراع ووقف الصراع الدائر حاليا في غزة، والوصول إلى حالة من إنهاء الاقتتال ووقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية. هذه تحتاج إلى توافق عربي وتحتاج إلى موقف عربي صارم، ومثل ما تفضلتي هناك توافق أصلا في المواقف بين مملكة الأردن ومملكة البحرين، واليوم جلالة الملك في المنامة في ضمن جولة خليجية سبقها جولة أوروبية، وكان هناك قمة في القاهرة. كل هذه تصب في جهود توحيد المواقف العربية لتوحيد الصف وللوقوف في وجه العدوان الغاشم ضد أهلنا في قطاع غزة. نعم، إذن من عمان الصحفي فائق الحجازين، شكرا جزيلا لك.